يقولون ان شاء الله يقول كاتبين اللي ما لهم معنى واللي ما بيشوف الصباحي اليوم فاتك 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 صوت منصور زيت فاتك 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 هذه مرة يعني فاتك اجتمعت قائمتي عبد الله اشتراني القائمة والقائمة فيها 20 مليان متسابقين كلهم 22 يعني ما طلع من القائمة نجيبه لا لا يا رجال اضافه حتى اسعد وفايز مدخلي في القائمة منصور طلع من القائمة هذه اصعب من منصور بعدين يصير موقف كذي ابشركم منصور رجع قائمة انا القوائم الذهبية الناس المميزين فهمت كيف؟ البحرين دام يوديهم البحرين وكذا ينبسطون دخلتها في قائمتي خلص هذه طلعت بس هذا ايام لين يرجع لين يرجع يرجع المنتجع ومعليش والله استاذ منك قائمتي ما تسمح قائمتي زحمه والله فارح بويا الدخله الارنب الارنب مسكين دخل قائمتي كان نبيل ان يصلح يدخل قائمتك صراحه دخل هذا دخل قائمه غصب عبد الله بلا حركات انت راح كنت بين الموضوع اشكر عليك ايش قصدي انا يعني وشو اللي ضحك لك يعني بسم الله بسم الله الله يفيك كل يا ابو عاوي جعله بالعافيه باكل باكل معلش احنا تجودي ياكل اخبار شفت يوم يمسونك ذاك اليوم الله يجعلني يا ابو سعود لا لا يا ابو سعود سعودي اكسر الكاسة لا اشربها ثاني مرة خله يروح كذا عشان لا يطمر في الفطور يخرب ما شاء الله اسمعني شاطر شاطر حيوان ونعطف على الحيوان وناكله الله يعلك حظي بس انه مو بدرجة انه ياكل نفس اللقم ولا مريض يا فرصة اطلع اطلع من عندك ما هو كويس ما في احد هنا ما سرور ضمه وقام هاي ذكرني ما تسرور المال مال ابونا ولا شنو اخيرا جاء سرور اقول ارحب والله يصوم سبداني لا اسوي منه قلقل شفتك تسوي الحركات هذه بكم الكرسي بقى ايش قصدك هذه حق الطير ما تخلص الطير اخيرا جاء يعني اقصد انه ننتظره من اليوم يا صالح حكم من الشر مفيد جدا مره يرقد على وياكل صوب شباب بعدين زين مفيد يقول مفيد جدا برستيج لا يقولون يعني يلا سلام انا ولد العون دعاء 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 لا ابو مسفر عيد عشان الارنب يشوف ما شاف ابو مسفر عيد مره ابو مسفر ابو والد العود دب دب تدري شو المشكله انك ما طحت لو العود قاعد يتابعك صباح والله افخم طيحه اي والله للبط جاء انا اتكلم جد وين هو جاء محمود اكتملت الجلسه تعال تعال ارانب باقي نعام شبع لك والله انا يا اخي انا اذوق هذا طعم من الفلفل احمد والله جتني رساله من حسابي يقول قول لهم لا عاد يمسكون ارنب باذنه يمسكونه بالجلده هذه ليه؟ ما ادري انت تتعلم يا عبد الله والله توي اتذكر اه نعم وش عقبه؟